أعزائي المشاهدين وعشاق كرة القدم، معكم سام أبو عامر ورجعت لكم فيديو جديد بعنوان تمريرات عجز العلماء عن تفسير كيف حدثت. تابعوا للنهاية وصدقوني رح تنبسطوا كتير وتنصدموا بالتمريرات. نبلش. أوهو، من بداية الفيديو شكله مرعب. دغري فرينكي ديونج وغريزمان. هذا باص غريزمان، يا لطيف يا لطيف. تمريرات حرفية. أوهو، هدول النظرة تبعيتهم كيف كيميتش، يا لطيف. كيميتش واحد من اللاعبين اللي عنده نظرة رهيبة رهيبة. ميسي، لا والله مو ميسي، هاد مين بالأرجنتين؟ والله يمكن ميسي. اوه والله كانتي رهيب. هذا بالبرازيل نيمار، وحش ضد الأرجواي. هذا لعب اياكس. اوه يا لطيف على هالباص. اوه يا لطيف، مهارة بتشل. اوه اوف اوف، كيف مرت؟ اوديجارد يا رهيب، زد اقسم بالله انه رهيب. هاي من خارج القدم مثل ضربة مودريتش، متأكد انه الباص تبع مودريتش كان موجود. متأكد. اوه يا وحش يا وحش يا وحش، رهيب 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 يا سولير. اوف، حتى كرة القدم النسائية موجودة في الفيديو. رونالدينيو النساء. هذا بيرسيتش حرفيا بالمليمتر هيك لفت لف. من هذا اللاعب؟ اوف 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 اوف، كمان من خارج القدم. شو قصة خارج القدم؟ وحش والله وحش. اوه فرينكي، فرينكي مع هولندا. اوه اوه اوه، بيدري رهيب 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 والله والله لاعب. نحن كمشجعين برشلونة حاليا بإصابة بيدري كثير مشتاقين لبيدري وسحره بقلب الملعب. اوف 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 اوف، رهيب رهيب. اوكتافيو رهيب، اوكتافيو اسمه صح؟ كيف شافه وكيف لعبه؟ هي بدوري الأبطال ضد باريس لايبزيج. يا ويلي يا ويلي يا مبابي يا ويلي يا مبابي، كمان من خارج القدم. وهذا الفيجن تبعه عالي. في لاعبين مثل دي بروين، مودريتش، ميسي، مين في كمان؟ اوزيل. اوزيل كان رهيب رهيب رهيبين. هدول الفيجن تبعهم غريبة حرفيا. ليك هاد يا لطيف، اسيست خرافي. ليك هاد مثل هيك بتحس انه هيك، بحسوك انه كرة القدم كتير سهلة. كفو يا سنة. اوه جمال مسيالة كملها لليفا. ولدنا بكل فيديو لازم اقول ولدنا عن اللاعبين، نحن بدنا نشتري كل العالم. حركة زيدان. اوه هذا باص رهيب رهيب جدا جدا جدا. اوه هذا بس فهموني، البرود 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 تبع فرناندو سيلفا رهيب. ايمندي. اوف فينيسيوس كنترول رهيب. الكنترول باص رهيب. بلشنا نضيع. هذا دوري ايطالي، تمريرة حلوة والله. اوه يا زبال. اوف اوف يا كرفخال، اقسم بالله رهيب. اوح مرقت حرفيا ما عم وقف، بس جد الاسيستات والتمريرات لها سحر خاص بالملعب. هيك هاد هيك هاد هيك هاد هيك هاد. اوش اسيست عالمي. لا 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 لا، ارنولد يا جماعه، ارنولد 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 حرفيا بالكروس بالكروسز هاي اللفه بالارضي. ارنولد رهيب. هي كان سيلو كمان بخارج القدم، كانه صار تطبيل كثير لمودريتش. وفي كثير لاعبين عملوها بنفس الموسم. اوف هاي كمان من خارج القدم لرونالدو. وحش يدون اصلا مو مؤشر. مين هاد؟ وكمان اللاعب غبي، ما نط جابه ولا تحرك، بس عم يتفرج. هو ما طالع بايده شيء يعني. ميسي يا عمري يا ميسي. ليك 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 الاسيست، ليك الاسيست بس. ديمبلي 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 ديمبلي. اوف راحت هي، يا الله بعرف هاي اللقطة. يا اهلا والله لعبة بالمليمتر، الا بس حط جول وما قصر اللاعب. مين هذا؟
دي بول دي بول والله وهي ماشيه. هذا جورجينيو، جورجينيو كمان رهيب والله، بس مو دي مثل دي بروين وميسي واوزيل ومودريتش. في لاعبين كتير صايرين مبدعين. لاي كرو اي كيو اي كرو اي كيو رهيب عنده. اليسون هاي هاد جول هذا وقت، بس اليسون صنع جول. لا. هلا رقص حارس نوريتش سيتي، انا بعرف هاد الجول ابو مكه. جوردي البا كمان، جوردي البا عنده كروسات هلا، بس كان في مين يسجلها؟ مين هاد؟ مين هاد اللاعب؟ ملعوبة لكرفخال، معقول رقم مين رقم 14 بريال مدريد؟ هاي حلوة، هاي فخمة. يا محمد يا محمد يا محمد يا تياغو الكنتارا شو رهيب والله، من اللفة حسيته تياغو الكنتارا رهيبة هاي، ما استسلم. يا ويلي يا ديونج، يا ويلي يا ديونج، رح نبيعه، رح نبيعه للأسف والله. لا ولو هاي عملها ميسي من قبل، بس مو بهالطريقة. اوه اوه يا محمد، لو فاتت كان اسست الموسم، اقسم بالله رهيب. هاي باريلا، باريلا مبدع. يا ويلي يا ويلي على البرود. دي ماريا كمان مبدع، رح يطلع من باريس. هاي عادية، لا والله مو عادية، السطح جابها على نوير، معقول تفوت جول؟ والله شقه جول لنوير. يا وحش يا وحش، برناندو سيلفا يا ناس، لاعب مبدع. هاي صلاح، هاي صلاح، اوه اوه هاي من خارج القدم. يلا هاي توني كروس ضد مين؟ والله ما بعرف ضد مين بالضبط. هاي ميسي يا محمد، يا ميسي يا محمد يا ميسي. هاي وقت ضوعها يا محمد، شو ضوع فرس كيليان مبابي. اوف يا محمد، لف جسمه كله. هاي هاد جورجينيو جول. يا وحش يا وحش يا هافرتز، والله وحش. كنترولر رهيب. هاي ساني، كيميتش، كيميتش قلت لكم باول المباراه باول الفيديو، مو طبيعي كيميتش، كيميتش مو طبيعي، مو طبيعي كيميتش. اوف والله وحش. اوديجارد رقم 8 بارسنال صح، وساكا، اوديجارد وساكا. هي عادية، كروسز عادية، ما بتحس إلا غيرة كتير مثل ما مهارة أو من بين خمس لاعبين. ليك ميسي، شوف 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 يا محمد، بحس كرة القدم أسهل شي بالدنيا حرفيا. بس شو مبابا يلا ضوعتها. إيه يا باريلا، إيه يا باريلا. بقولتكن الميلان رح تاخد الدوري الإيطالي ولا الإنتر رح تعمل ريمونتادا وما تكمل الأفراح بالبيت ميلان؟ هذا كوتينيو، هذا كوتينيو من مشيته كوتينيو. والله كوتينيو لاعب رهيب، بس ما بيحسن يلعب ضغط، تحت الضغط سيء جدا تحت الضغط. سنتين مدري ثلاثة عنا ما استفدنا شيء. فكرت خلص الفيديو، اوكي عشان خلص الفيديو. وهيك بنكون وصلنا لنهاية المقطع. إذا عجبكم يا ريت تعملوا لي لايك وتعطوني رأيكم بالفيديو وتعملوا لي سبسكرايب، هذا الشيء كتير بيعني لي. إلى اللقاء.